أنا سعيد جدا بالعودة إلى هذه القناة، القناة المباركة، قناة المجد، بعد مضي عام كامل على البرنامج السابق سنة بالمدينة. مضى عام كامل وما أسرع الأيام، وها نحن يتجدد العهد بهذه القناة المباركة في برنامج تحت مسمى سنة بالمكنون. ومكنون ليست بغريبة عنا، فنحن من أبنائها، فقد درسنا في حلقاتها كطلاب ودرسنا فيها كمعلمين ولله الحمد. وكان لي الشرف قبل عدة أيام بأن سجلت برنامجا عندنا في الجامع تحت مسمى أئمة مكنون، وهم من تخرجوا من هذه الجمعية المباركة، فهي غنية عن التعريف. ما يميز المسابقة في هذا العام سنة بالمكنون أنها أتت في شهر القرآن، فنحن في هذا العام أمام العديد من المفاجآت. وكما أعلم أن طلاب جمعية مكنون فيهم المتميز، وهذا مما سيضفي إن شاء الله على المسابقة في هذا العام أن يكون فيها التنافس كبير إن شاء الله. أوجه رسالة لأبنائي الطلاب المشاركين في هذه المسابقة المباركة سنة بالمكنون بأن يستعينوا بالله قبل كل شيء، ويعلموا أنهم مقدمون على مسابقة في القرآن الكريم، فهذا شرف كبير بحد ذاته لهم وفق المعايير المطلوبة منهم في هذه المسابقة. يستعينوا بالله جل وعلا، يأخذوا قسطا من الراحة قبل التلاوة، لا يتكلفوا في أحكام التجويد، لا يتكلفوا في الأداء والتلاوة، لا يتكلفوا في كل شيء. القرآن نزل يسيرا، نزل مسهلا، ليقرؤوه بتدبر وبحكمة، وأرجو للجميع التوفيق إن شاء الله. حولها الفتيان.